أنا بالنسبة لي الانتخابات صفحة وطوية الآن، وما زلت أقول يدي ممدودة للحكومة إذا أحسنت ومساءلتي لها إذا أخطأت. هذا الأمر أنا قلته قبل الانتخابات وما زلت يعني متمسك بهذا الأمر. الانتخابات هي لعبة انتخابية، حاولت الحكومة أن تفرض كلمتها ما قدرت. أهل الكويت وقفوا بكل قوة. الدائرة الثانية نسبة حضور عالية جدا 41% بخلاف المتوقع اللي كان 25% واللي كانت أيضا الدائرة الثالثة 25%. نعم. لكن كان هناك إصرار من ناخبي الدائرة الثانية على الحضور، وهذا الأمر يعني أنا بالنسبة لي موقف لا يمكن أنساه من أهل الدائرة الثانية ومن أهل الكويت كلهم. يعني أنا شفت الدعم من كل الدوائر، الاتصالات من كل الدوائر، التوصيات من كل الدوائر، وهذا أعتقد يعني شهادة إنصاف لي، يعني تبقى وسام على صدري في أمام أهل الكويت.